إسرائيل تضيف كل يوم إلى سجلها الإجرامي الأسود جرائم حرب بشعة تقشعر منها الجلود، بيوت هدمت على رؤوس ساكنيها، ومساجد وكنائس لم تسلم من حمم طائرات الاحتلال، ومدارس إيواء تابعة للأونروا ارتكبت فيها مجازر عديدة راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى، ومستشفيات حوصرت وقطعت عنها المياه والكهرباء والأدوية، وقصفت على رؤوس مرضاها والنازحين الذين لجأوا إليها. الكارثة الإنسانية تستمر في غزة، حيث تواصل إسرائيل بشراسة إبادة الشعب الأعزل. اليوم في صدى الحرب سنتحدث عن الوضع الإنساني وإغاثة أهلنا في غزة. لنرحب ضيف حلقتنا لليوم السيد سامي خضر، مدير عام مركز العمل التنموي. معا أهلا وسهلا فيك. أهلا سيد. شكرا على الاستضافة. أهلا فيك. أهلا. بداية، يعني نحن ندرك ونعلم أهمية العمل التنموي في المجتمعات خاصة النامية منها، ما هي الأنشطة التي تقومون بها في مؤسستكم معا؟ يعني معا بعد 3 أيام ينهي عامه 34 من العمل التنموي والإنساني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية. يعمل المركز في 4 مجالات و4 برامج أساسية. البرنامج الأول وهو تنمية وتطوير القطاع الزراعي ومصادر الطبيعية وحماية البيئة، والبرنامج الثاني وهو التمكين الاجتماعي والاقتصادي للشباب والنساء، والبرنامج الثالث وهو الحماية الذي يشمل الأمن الغذائي ويشمل تعزيز وضع المأوى والمسكن والوحدات الصحية، وأيضا الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال وللأهالي. نعم. إضافة إلى البرنامج الرابع وهو التدخل الطارئ والتدخلات الإنسانية في ظروف الحرب كما نشهد حاليا، أو في ظروف الكوارث الإنسانية الكوارث الطبيعية مثل الجفاف والفيضانات وال... نعم. يعني لنتعمق أكثر في عملكم خلال هذا العدوان الأخير على قطاع غزة، ما هي أبرز المساعدات والخدمات التي قدمتموها إلى أهلنا في القطاع؟ بادر المركز منذ اليوم 14 من أكتوبر بالتدخل مباشرة في مجالات مختلفة، كان أبرزها توفير المياه. نعم. مياه الشرب، حيث كان هناك ضرب لجميع الآبار الارتوازية ومضخات الخاصة بالمياه، فبادرنا إلى توفير المياه لأهلنا والخاصة في مراكز الإيواء. حتى الآن حتى 18 من ديسمبر توفر حوالي 4,335,000,000 لتر من المياه، شمل حوالي 44,000 عائلة اللي وفرنا لها المياه، إن كان على شكل نقاط تجميع، نقاط تعبئة، 9 نقاط تعبئة نقوم بالتوفير فيها المياه، وأيضا من خلال القناني اللي منوزعها على مراكز الإيواء. هذا واحد من الأنشطة الأساسية. نعم. أيضا قمنا بتوزيع المواد غير الغذائية مثل الفرشات، مثل الحرمات، مثل المخدات ورزم النظافة والرزم الكرامي للنساء. وزعنا أكثر من 28,000 رزمة على العائلات وعلى المراكز الإيواء بشكل أساسي، وأيضا وزعنا كمية كبيرة من وصلت إلى حوالي 4,000 ما بين جاكيت وملابس شتوية. نعم. للأطفال وللنساء ولكبار السن. إضافة إلى هذه المجالات وزعنا كمية من البامبرز، الحفاضات للأطفال ولكبار السن، وهي واحدة من الاحتياجات الأساسية اللي منوجهها، وأيضا قضايا الخاصة بالنساء والنظافة بشكل بشكل عام. أيضا تدخلنا في المجال الغذائي، حاليا قمنا بتوزيع حوالي 13,000 وجبة ساخنة، على والوجبة الساخنة كل وجبة ما بين 3 إلى 5 وحدات فيها، قمنا بتوزيعها على مراكز الإيواء وأيضا على الدواوين اللي بتوفر فيها العائلات بالمئات اللي عايشين في هاي الأمور. نقوم أيضا حاليا بالعمل في 22 مدرسة في مجال النظافة والتعقيم. تعاقدنا مع 3 شركات من قطاع غزة بالقيام بالنظافة اليومية لفترة 3 أشهر القادمة في 22 مدرسة، ونأمل أنه نزيدها لتوصل ل50 مدرسة. لأنه النظافة أصبحت من الهموم الأساسية اللي بعانيها شعبنا وأطفالنا ونسائنا في قطاع غزة. هذه بعض القضايا. إضافة إلى عامل ثاني لعبنا فيه دور ممتاز. نعم. حتى الآن، وهو المساعدات النقدية اللي بتعتمد على القوائم اللي بتجينا من مجموعة العمل النقدي. نعم. اللي هي كاش وركينج جروب، اللي من ائتلاف من المؤسسات الدولية وأوتشا والوكالة. قمنا بتوزيع ما يقرب 1.5 مليون مليون شيكل
على العائلات كمساعدات نقدية بقيمة 754 شيكل للعائلة واحدة لمرة واحدة. هذه بعض أنواع التدخلات اللي عمالنا بنقدمها وهي مستمرة. يعني سيد سامي، شهد أطفال غزة على مدار شهرين العديد من التجارب المؤلمة. حضرتك ذكرت المساعدات المادية، لكن خلنا نحكي عن المساعدات والتدخلات النفسية. هل قمتم بأي تدخلات نفسية لمساعدة الأطفال أو يعني مواطني غزة بشكل عام؟ صحيح، يعني إحنا كمركز معا كنا نعمل مع الأطفال في مراكز تابعة معا اسمها مراكز العائلة. كان عندنا حوالي 15 مركز عائلي منتشرة في كل أنحاء الضفة الغربية قطاع غزة. للأسف جزء منها تم تدميره وجزء منها تم إخلاءه ولم نتمكن من الوصول إليه. حاليا استبدلنا مراكز العائلة بالمدارس ومراكز الإيواء. عندنا تعاقدات مع وعلاقة استراتيجية مع اليونيسف في تقديم الدعم النفسي وما يسمى بالدعم النفسي، الإسعاف الأولي في الدعم النفسي، وأيضا في مجال الترفيه للأطفال. وصلنا تقريبا حاليا حوالي 18 ألف طفل اللي بنشتغل معهم على مدار يومي بالتخفيف من معاناتهم، التخفيف من ألامهم، وأيضا بالعمل مع الأمهات اللي أصبح العبء عليها أضعاف مما كان سابقا، ما بين الاهتمام بنفسها، الاهتمام بعائلتها، الاهتمام بأطفالها، الرعب اللي هم عايشين وعدم الأمان اللي بيعيشوه. فإحنا في التدخلات النفسية شغالين فيها بشكل ممتاز عبر طواقمنا على الأرض اللي جزء كبير منه نزح من الشمال نحو الوسطى والجنوب. ما هي أبرز المشاكل النفسية التي يعاني منها أهلنا في القطاع حاليا؟ مشاكل خاصة الأطفال. خاصة الأطفال. نعم. مشاكل عديدة منها الخوف، الرعب، التبور، التبول لا إرادي. أيضا عدم التركيز، عدم القدرة على التركيز، في خوف، في رعب يعني يعيشوا أطفالنا وهو متوقع. يعني لما تقصف الطائرة بألاف من الأطنان على القطاع، يعني إيش بنتوقع من أطفالنا؟ فعايشين حالة من الرعب، بحاجة إلى نوع من التفريغ، بحاجة إلى الحنان. يعني حسب إحصائيات أولية وليس دقيقة، يعني يقال أن هناك 25 ألف يتيم أصبح في غزة، أصبح أطفال بلا يعني عائلة، يعني يعيشوا إما مع أجدادهم أو مع جدودهم أو مع عائلاتهم ممتدة، وهدول بحاجة ماسة لحضن دافئ يعتني فيهم. فالمأساة كبيرة والكارثة كبيرة. يعني سيد سامي، يعني جهد عظيم تقومون به في القطاع وبشكل عام عملكم، يعني ما هي التحديات التي تواجهونها خلال عملكم؟ خاصة نتحدث أكثر عن هذا العدوان الأخير في القطاع. هناك تحديات كبيرة، أهمها عدم وجود مكان آمن للعمل. يعني القطاع غزة، لا تجدي في قطاع غزة أي متر مربع آمن. قد يكون الآن آمن، بعد ربع ساعة يكون معرض للقصف. فعدم وجود أماكن آمنة. تنين، الاكتظاظ الكبير في المدارس ومراكز الإيواء مما يمنعنا من العمل بأريحية جدية وبمهنية عالية فيما يتعلق مع الأطفال. ثلاثة، ما يتعلق بتحكم القطاع، تحكم الاحتلال الإسرائيلي بالمعابر، يتحكم بعدد الشاحنات، يتحكم بنوعية الأمور التي تدخل إلى قطاع غزة وبكميتها. وما يدخل إلى قطاع غزة باعتراف كل المؤسسات الأمم المتحدة لا يلبي أكثر من 5%، بأحسن حالات 5% من محيط الاحتياجات الإنسانية من مي وأكل ومواد غير غذائية ومحروقات وغيره. غياب المحروقات وعدم توفر المحروقات يعني خلق أزمة حقيقية في قطاع غزة، قد نشهدها لاحقا لما نعرف أنه قطع الأشجار، لم يبقى أشجار في قطاع غزة، تم قطعها من أجل استخدامها في التدفئة وفي الطبيخ. لا يوجد جرة الغاز الـ 12 كيلو تباع بألف شيكل. يعني تضخم المالي في قطاع غزة والغلاء الفاحش في الأسعار أصبح عبء حقيقي على العائلات. أيضا وضع النفسي لموظفينا، يعني في معا 253 موظف، من 253 كلياتهم بدون استثناء نزحوا من الشمال نحو الوسطى وخان يونس والجنوب. يعيشوا بحالة إنسانية من الرعب. 57 حالة من 253 فقدوا إما عضوين أو 60 من أعضاء أسرهم الممتدة. أيضا حوالي 47 من موظفينا فقدوا بيوتهم
وأملاكهم وممتلكاتهم، وبالتالي لم يعد هناك مكان آمن ولا مكان حتى يرجعوا إليه. فهذا الوضع بيخلق حالة من الضغط النفسي، حتى يعني عادة الإنسان العاملين النفسيين اللي بيشتغلوا في أوضاع الكوارث بيكونوا نوع من المرتاحين نفسيا، بيكون مأمن الحماية لهم. نحن موظفينا وموظفي كل المؤسسات الأمم المتحدة والمؤسسات الأهلية والدولية يعانوا من عدم وجود نوع من الأمن للي يشتغلوا فيه، بالتالي الحالة النفسية مرعبة اللي بيعيشوها. سيد سامي، لابد أنكم يعني لديكم تقارير عديدة عن الانتهاكات، هذا الكم الهائل من الانتهاكات والاعتداءات على أهلنا في القطاع، ولابد أنكم ربما ترسلونها إلى مؤسسات دولية، صحيح؟ صحيح. يعني ما هي ردة فعل هذه المؤسسات الدولية على ما يحدث؟ ربما هذه المؤسسات يعني تدافع بشراسة عن حقوق الإنسان، ما هي ردة فعلهم على ما يحدث في فلسطين؟ حقيقة ما نشاهده أن هناك تحول كبير على المستوى العالمي، على مستوى الشعوب والمؤسسات الغير ربحية والتعاطف الشارع، نعم. إن كان بدءا من شرق من الشرق وحتى أمريكا، نجد هناك تغيير حقيقي على مستوى الشارع، على مستوى الإنسان العادي. حسب إحصائيات في أمريكا نفسها اللي هي بتقود الحرب حقيقة ضد شعبنا، حوالي 70% من الشباب ما بين سن 18 إلى 35 يؤيد القضية الفلسطينية ويساعد على وقف، يعني يطالب بوقف إطلاق النار. أما الحكومات فهون المشكلة، الفجوة كبرت كبير ما بين الحكومات الأساسية في الهاد وما بين شعوبها اللي بتطالب بوقف إطلاق النار، بتطالب باحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولكن لا يزال بحاجة إلى مزيد من الضغط على تلك الحكومات من أجل وقف إطلاق النار. وقف إطلاق النار هي الأولوية الأولويات، بدونها لا يمكن للعمل الإنساني أن يحقق أي من أهدافه الحقيقية. نعم، بحسب توقعاتكم وتوقعات المؤسسات الدولية المختلفة، يعني ما هي أبرز ما يترتب على الحرب أو ما ترتب على الحرب من في الجانب الإنساني على المدى البعيد والقريب؟ هناك كوارث راح نشهدها ونحن عايشين حاليا في قطاع غزة. معظم الأبار الارتوازية قد ضربت، قد قصفت، معظم الخلايا الشمسية التي كانت تشغل الأبار الارتوازية قد ضربت وتم هدمها، قلة من الأبار الارتوازية لا تزال تعمل، كل مضخات اللي لها علاقة بالمجاري أصبحت أيضا خارج إطار العمل. هذا يعني أنه المجاري يعني موجودة في الشوارع، موجودة، وهو ما ينبئ بكوارث حقيقية، والكل يعني يحذر من كوارث انتشار الأوبئة مثل الكوليرا. نعم. اللي ممكن تكون كارثة إذا بلشت في الانتشار. أيضا التهاب الكبدي، الفيروس الكبدي، وأيضا بعض الأمراض الجلدية والالتهابات الرئوية. يعني حسب الناطق الرسمي باسم الوكالة تحدث عن وجود 170 ألف حالة من الأطفال يعانوا من التهابات رئوية، نيمونيا، وهي ممكن تؤدي إلى كوارث جدية مستقبلا. على المستوى البيئي مستوى كارثي، في التدمير البيئي، في تدمير القطاع الزراعي، في تدمير كل ما يتعلق في التربة وفي المناخ، وباستخدام القنابل الفسفورية اللي إلها تأثيرات كبيرة جدا في على مستوى الجلود وعلى مستوى الأمراض وعلى مستوى تسبب العمى للأطفال. نعم، يعني في نهاية حلقتنا ما هي أبرز النقاط المستعجلة التي يحتاجها أهلنا في القطاع؟ أهم شيء وهي الحماية. نحن بحاجة للحماية، بحاجة إلى وقف إطلاق نار، بحاجة إلى وقف هذا العدوان، هذه العمليات القتل وجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكب بشكل يومي، بحاجة. هذه أولوية الأولويات. ثم يأتي المساعدات الطبية. قطاع غزة، في شمال قطاع غزة بدون استثناء لا يوجد أي مستشفى أو مركز طبي يقدم الخدمات لأكثر من 450 ألف فلسطيني بقوا في شمال قطاع غزة. بحاجة إلى الرعاية الصحية، بحاجة إلى حماية المستشفيات والأطقم الصحية، بحاجة إلى الغذاء، كميات الغذاء التي تدخل ما بين 50 إلى 55 شاحنة، في بعض الأحيان 100 شاحنة تكون محملة بالمياه، بالمساعدات العينية الغذائية وغير الغذائية، وهي لا تكفي شيء، لا تكفي شيء. بحاجة إلى المحروقات. المحروقات هي العجلة اللي ممكن تحرك المستشفيات، ممكن تحرك المخابز، وممكن تستغني عن قطع الأشجار المثمرة اللي بيتم في قطاع غزة. هذه الأمور بحاجة ماسة، وأيضا بحاجة يعني إلى يعني توفير الحماية للمراكز الإيواء. يعني لا يمكن أن نتصور أنه مركز إيواء معروف ويرفع علم الأمم المتحدة يقصف ويقتل
الناس في داخله. يعني هاي الأمور مهمة جدا. أكيد. أيضا بحب يعني أستغل هذه الفرصة وأتكلم عن كنيستين في قطاع غزة. هدول الكنيستين اللي العالم لا يدري في وجودهما، فيهم حوالي 1000 شخص من المعاقين كبار السن الأطفال والجرح داخل لا أحد يعني قادر على إيصال المعونات. تمكننا قبل ساعة من انتهاء الهدنة من توصيل شحنة ولو كانت بسيطة على كنيسة الروم الأرثوذكس، لكن دائما بوصون إنه بإيصال مناشداتهم حول الأدوية. لديهم يعني أولويات أساسية، البامبرز لكبار السن. يعني ممكن نتخيل كبير بالسن غير قادر على الحركة، لا يوجد لديه فروات صحية للاستخدام، الحليب مقطوع، الطحين مقطوع، الأكل غير متوفر، ويشربوا من المياه غير الصحية وغير الآمنة. مناشدة لكل العالم أن يتحرك باتجاه منطقة شمال قطاع غزة، لأنها منطقة فعلا كارثة حقيقية تواجهها بكل أبعادها. حوالي 500,000 إنسان يعاني من المجاعة، يعاني من عدم توفر الخدمات الصحية وعدم الأمن المتوفر. هاي يعني بتأمل أنه العالم يعني يصحى، ويعني من لا يتحرك اليوم لن يتحرك أبدا. نعم. سيد سامي خضر، مدير عام مركز العمل التنموي، بدي أشكرك أول شيء على الجهد العظيم اللي بتقوموا فيه بمؤسسة معاً، وعلى وجودك وحضورك معنا ومشاركتك معنا في صدى الحرب. شكراً لكم ولك شخصياً ولتلفزيون فلسطين اللي بعطي مجال لفعلاً عكس المعاناة الحقيقية لشعبنا. وأملنا كبير أنه توقف هذه الحرب الدموية على شعبنا، ويتمكن شعبنا من الخروج والبدء بعملية الترميم والتقاط الأنفس من جديد. إن شاء الله. شعبنا جبار إن شاء الله، ولن يهزموا لا آلة الحرب العسكرية ولا حتى المجاعة. شعبنا باقي ولن يهاجر ولن يستطيع أن يهجروا. شكرا لكم. بالتأكيد. شكرا لك. شكرا لك. نهاية صدى الحرب، إلى اللقاء.